بسم الله الرحمن الرحيم. احنا توصلنا المرة اللي فاتت او المحاضرة اللي فاتت اللي هو ازاي نعمل الاستراكشرال سيستم، البلان الانشائي لبلان معماري، وازاي نقرا الكاميرات، ازاي نحط الاستاتيكال سيستم للكاميرا، مين كاميرا شايله كاميرا، مين الكاميرا مين ومين الكاميرا السكندري. وصلنا ان احنا عايزين نجمع الاحمال على الكاميرا، وقلنا في اخر المحاضرة اللي فاتت ان الحمل على الكاميرا مصدره 3 مصادر. جزء من، يعني لو عندي كاميرا بالشكل ده، الحمل على المتر الطولي اللي هو اللود اللي هو الدبليو كيلو نيوتن لكل متر طولي، ده بيجي من 3 مصادر. مصدر منهم هو وزن الكاميرا الذاتي، مصدر هو الحيطة، وزن الحيطة اللي فوق الكاميرا دي، مصدر هو الحمل اللي جاي من البلاط، الحمل اللي جاي من البلاط. الكلام ده شفناه في السلايد ده، ان انا عندي اللوز اللي جايه، اللوز اكتنج اون بيم، جايه من 3 مصادر: الاون ويت اوف بيم، السلاب لود، الول لود. الثلاثه دول بنقدر نقسمهم او بنقدر نحطهم تحت 2 كاتيجوري. كاتيجوري منهم اسمها الديد لود او الاحمال اللي هي مش متغيره، الاحمال الميته، وكاتيجوري اسمها اللايف لود او الاحمال الحيه المتغيره. بمعنى ايه؟ بمعنى لما نقول وزن الكاميرا، طب احنا بنتكلم عن الاوزان ليه؟ خلي بالك الخرسانه من المواد اللي يعتبر وزنها تقيل جدا. لو اتكلمنا عن الخرسانه بس العاديه اللي كان حديد، وزن المتر المكعب اللي هو كثافه الخرسانه دي بيساوي 2.2 طن لكل متر مكعب، يعني 2200 كيلو للمتر المكعب. لو بنتكلم عن وحدات الكيلو نيوتن، يعني وحدات، يعني الكثافه 22 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. لو الخرسانه دي ماده فيها حديد، طبعا بتندمج فبيزيد كثافتها، زائد ان فيها حديد فبيبقى كثافتها بتوصل 25 كيلو نيوتن للمتر مكعب، اللي هي تعادل 2.5 طن لكل متر مكعب. ماده تقيله جدا، عشان كده من الحاجات المهمه جدا هو وزن الخرسانه، سواء وزن الكمرات او سواء جزء من اجزاء البلاطه السلاب لود، وزن البلاطه نفسها، الوزن بتاع البلاط. طب الحيطه، ما ده نوع من انواع الديد لود، الاحمال اللي هي مش متغيره، لان وزن الحيطه، طبعا وزن الطوب اخف شويه، فالطوب حسب نوعه وبيتراوح وزنه او كثافته من 16 الى 18 كيلو نيوتن لكل متر مكعب اخف. بس اذا الاوزان جزء من هذا الحمل. طب الاوزان دي بقى، سواء وزن الحيطه او وزن الكاميرا او وزن البلاطه، ده بنسميه ديد لود. في ديد لود تاني، في ديد لود تاني. البلاطه بيكون عليها الفلورنج بتاعها. الفلورنج طبعا ده ممكن يتغير، بس ما فيش حد بيشطب الشقه بتاعته او بيته او الجامعه كل يوم، احنا بنشطب وبنغير التشطيب كل فتره كبيره، وبالتالي بنعتبر الفلورنج جزء من الديد لود. بالاضافه للكلام دون، البلاطه عليها ايه؟ عليها الناس المستخدمين، عليها العفش اللي بتستخدمه، عليها الفرش اللي انت بتفرشه، كل ده يسمى لايف لود. اذا اللايف لود هي الاحمال المتغيره او الاحمال الحيه، ودي بينص عليها الكود، وبيبقى موجود الكود حسب الاستخدام بتاع المبنى. دي انواع الاحمال المختلفه. عايزين نتعلم النهارده نجيب كل واحد من دول ازاي، وبقى نتعلم نجمع الثلاثه ازاي، وان شاء الله في السيكشنز هتتدرب كويس قوي في التمارين على ازاي تعمل الكلام ده. نبدا الاول، اول حاجه هي ازاي نجيب الاون ويت اوف بي. انت عارف ان كثافه اي ماده في الدنيا هي عباره عن تعريف الكثافه، وزن وحده الحجم من الماده، يعني الوزن على الحجم. يبقى انا لو عايز اجيب وزن اي ماده، اضرب الكثافه في حجم الماده. يعني لو عندي كاميرا بالشكل ده، فور اكزامبل، طبعا دي كثافه الخرسانه اللي احنا قلنا عليها اللي هي 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. لو عندي كاميرا بالشكل ده، عرضها بي وارتفاعها تي، وعايزين نجيب وزن المتر الطولي، اخدنا شريحه عرضها متر كده. اذا المكعب او البريزم دون حجمه عباره عن ايه؟ عباره عن طول في عرض في ارتفاع، مساحه القاعده في الارتفاع، يعني عباره عن بي في تي في 1. يبقى بي في تي في 1 ده الفوليوم، لو اتضرب في الكثافه يدي الاون ويت. يبقى الاون ويت عباره عن بي في تي جاما، اللي هي جاما كونكريت اللي هي الدنستي، او الكثافه في بي في تي في 1. كده تجيب وزن المتر الطولي. بس الكاميرا للاسف مش شكلها كده. امال الكاميرا شكلها ايه؟ الكاميرا فيها بلاطه بالشكل ده اهو، زي ما انت شايف الكاميرا فيها بلاطه بالشكل ده اهي. طب نحسب ده ازاي بقى؟
نحسب ازاي وزن الكاميرا دي. طبعا وزن الكاميرا دي ممكن نعمل احد حاجتين، احد حلين، يا اما ان انا اقطع كده واجيب وزن الجزء اللي تحت ده اللي هو يبقى عرضه بي وارتفاعه تي ناقص تي اس، وفي الحاله دي وانا بحسب البلاطه نحسبها كلها كوزن واحد، يا اما ان انا اقطع كده ساعتها انا هفرغ البلاطه، هاخد البلاطه لغايه هنا وبضغط هنا. احنا اتفقنا ان احنا اسهل لنا ان انا اخد الجزء بتاع الكاميرا اللي هو اللي تحت ده وانا بجيب القنوات للكاميرا والبلاطه تبقى حته واحده، يبقى انا عندي العرض بي والارتفاع تي ناقص تي اس، ولو اخدت طبعا طول متر يبقى المكعب ده او الفوليوم عباره عن بي في تي ناقص تي اس في واحد، يبقى يطلع ان الانويت بتاع البيم عباره عن الفوليوم في الدنسيتي اللي هي بي في تي ناقص تي اس في واحد في كثافه الخرسانه، يطلع القانون اللي قدامك جاما كونكريت في بي في تي ناقص تي اس. طبعا وحداتنا بالكيلو نيوتن، والكيلو نيوتن على المتر، انا بطلع الانويت بالكيلو نيوتن على الايه؟ على المتر، ودي العلاقه اللي احنا قلنا عليها او اللي احنا شفناها او اثبتناها في السلايد اللي فات. يبقى اذا اجيب الانويت بتاع الكاميرا عباره عن جاما كونكريت، ودي حاجه من الحاجات اللي انت بتكون حافظها اللي هي عباره عن كثافه الخرسانه المسلحه اللي هي عباره عن 25 كيلو متر على المتر مكعب في بي عرض الكاميرا في تي ناقص تي اس. تي اس هو سمك البلاطه، وده بيكون مختلف حسب الاسبانات بتاعت البلاطه، وفي الغالب بيكون جيفن. طب العرض هو عرض الكاميرا، واحنا عادة بنعمل عرض الكاميرا هو عرض الحيطة اللي هي متدارية فيها، يعني الحيطة اللي تحتها هي شال الحيطة اللي فوقيها، بس بنحطها ده يعني لو عندي حائط 12 يفضل الكاميرا اللي فوقيها تكون 12، لو حائط 25 يفضل الكاميرا تبقى 25 عشان تتداري فيها، وان كان مش شرط اساسي، يعني انا ممكن اخلي الحيطة مثلا 12 بس الكاميرا اللي فوقيها 25، انا حر، بس هي شكلها معماريا غير مقبول، بس طبعا هي مش مرتبطه. بس اف نوت جيفن بناخد البي هي عرض الحيطه. تي ناقص تي اس، طب ازاي افترض تي للكاميرا؟ انا لسه ما صممتش الكاميرا، فعايز اتعلم ازاي افترض تي للكاميرا. طيب السلايد ده بيبين لك ازاي تعمل ادجستمنت او فرض للتي بتاعت الكاميرا. بيقول لك ان انا لو عندي كاميرا سيمبل بي سبانها ال تقريبا التي او السكنس الاسبان على 10. طبعا انت عرفت الترم الاولاني ان انا عشان اصمم واجيب التي لازم اكون عارف البندنج، والبندنج يبقى عارف مساله الاستراكشر، وانا لسه اساسا ما جبتش الاحمال، وبالتالي لازم يكون عندي يعني جايد كده او افتراض فرضا للتي عشان اقدر اجيب اللود عشان اقدر اكمل، بعد كده نعمل تشيك نشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط او محتاج ازوده. فالجدول اللي قدامك ده بيبين لك جايد ليك كده عشان تقدر تفترض السكنس. فتي بيساوي سبان على 10 لو كاميرا سيمبل بيم، لو كاميرا كونتينيوس باخد اكبر سبان واقسم على 12، لو في كانتليفر يا اما بناخد سبان الكاميرا على 12 اللي هو سبان الكاميرا نفسه مش الكانتليفر، يا اما سبان الكانتليفر على 5 يوم اكبر وبتاخد التي. طبعا زي ما انت شايف ان احنا بنوحد سكنس الكاميرا، وان كان مش شرط انا ممكن اعمل كل سبان بسكنس، بس يبقى فاريبل مومنت اوف انرشيا، وانا بحل البندنج انت خدت في الاستراكشر زي تحل كونتينوس بيم ويز فاريبل مومنت اوف انرشيا، عشان ما نخشش في متاهه فاريبل مومنت اوف انرشيا غالبا بناخد السكنس واحد للكاميرا الواحده، واحيانا بنوحد كمان السكنس البلانكول ده لو احنا عايزين نعمل كده، وان كنا ممكن نعمل كل سبان بتي لوحدها ده ما فيش ما يمنع، بس نراعي ده في الاستراكشر واحنا بنحل مساله الاستراكشر. جبنا ايه؟ جبنا الون ويت اوف بيم وعملنا افتراض للابعاد. طيب ايه اللي جاي بقى؟ قال لك اللي جاي هو السلاب لود. السلاب اللي قدامك اهي مبينه، طبعا احنا بنجيب وزن وحده المساحه من البلاطه زي ما جبنا كده من الكاميرا الوزن بتاع المتر الطولي، احنا بقى في البلاطه بنجيب وزن وحده المساحه اللي هو بنفترض مساحه متر في متر. لو اخدت شريحه متر في متر هنلاقي البلاطه بتتكون من ايه؟ بتتكون اولا من سمك خرساني مقداره تي اس، يبقى وزن، واجيب الوزن ده ازاي؟ نفس الطريقه، الكثافه في الحجم، طب الحجم تي اس في واحد في واحد اللي هي الطول في العرض في الارتفاع في الكثافه، يبقى واحد في واحد في تي اس في الجاما، يبقى الرقم ده هو يمثل الاون ويت بتاع البلاطه. طيب فوقيها ايه بقى؟ فوقيها الفلورنج
اللي هو التشطيب، والتشطيب ده انا بديهولك، يا اما انت بتخش بعد الكود الاحمال وتعرف نوع التشطيب اللي هتستخدمه. دول على بعضهم ديد لود، عشان كده الديد لود بتاع البلاطه بنسميه جي سلاب. جي سلاب اللي هو الديد لود، اهو الديد لود اوف سلاب جي سلاب. طب ايه اللي فوق الكلام ده؟ الراجل اللي قاعد ده، الناس المستخدمه الكلام ده، العفش. العفش ده اللي هو اللايف لود يسمى بي سلاب. يبقى بي اس واللايف لود، وده بيبقى جيفن زي ما قلت لك من كود الاحمال، بيبقى جيفن من كود الاحمال حسب استخدام المبنى وحسب نوع الاليمنت اللي في المبنى، يعني اوض النوم غير الكوريدورز غير السلالم غير البلكونات، لو عندي مخازن غير مكتبات، جوامع والكنايس غير المنشآت السكنية العادية غير الإدارية. إذا البيسلابة دي بتنص عليها الكود، يبقى البي اس هو اللايف لود وده بيكون جبل، الجي اس هو مجموع الديد لودز، والديد لودز عبارة عن تي اس الكثافة الخرسانة اللي هو وزن البلاطة نفسها زائد الفلور. الحمل ده كله طبعا الاليمنت الوحيد اللي فيه ديد ولايف هو السلاب زي ما قلت لك، لكن الوول ما فيهاش ديد ولايف، الانويت ما فيهاش ديد ولايف. الحمل ده كله رايح فين؟ الحمل ده كله رايح للكمرات المحيطة. اي بلاطة في الدنيا بتنقل الحمل للكمرات المحيطة. عشان تنقل الحمل للكمرات المحيطة هننتقل لموضوع اسمه اللود ديستريبيوشن. اللود ديستريبيوشن معناه ازاي البلاطه بتنقل الحمل الى الكمرات المحيطه. قدامنا حالتين اهو، الحاله اللي على الشمال دي بلاطه بالشكل ده، ادي طولها ال وعرضها ال واحد، او هنسميها ال وال شورت اللي هو القصير والطويل، وبلاطه تانية بالشكل ده. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الطريقه اللي احنا بنشرح بيها اللود ديستريبيوشن دي، طبعا في طرق كتير اللود ديستريبيوشن، بس الطريقه اللي بنستخدمها دي طريقة اسمها طريقة خطوط الكسر. طريقة خطوط الكسر دي يعني احنا بنفترض ان انا لو جبت مجموعة من البلاطات كتيرة وقعدت حملتها لغاية ما حصل لها انهيار، وشفنا شكل الانهيار زي ما انت شايف كده، فنعتبر ان كل اليمنت بعد الانهيار اتعلق في كمرة، ده الحمل هيروح للكمرة. فمثلا لما حامل بلاطة بالشكل ده ويحصل لها ديفورميشن جامد لغاية ما تنهار، هبص الاقي انهارت بالشكل ده اهو، انهارت هنا ادتني مثلث، وهنا ادتني مثلث، وهنا ادتني ترابيزيوم، وهنا ادتني ترابيزيوم. عملنا الكلام ده لعدد كبير من البلاطات وطلعنا بقواعد بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله لو طول البلاطه على عرضها كان اكبر من اتنين هنسمي البلاطه دي وان واي، والوان واي معناها اللي بتتقسم بالنص كده في اتجاه الشورت دايركشن، النص ده يروح للكاميرا الطويله دي، والنص ده هيروح للكاميرا الطويله اللي تحت، والكامرتين دول ما بيشيلوش حمل. على فكره براكتيكالي ما فيش حاجه اسمها كامرتين ما بيشيلوش حمل، هو في حمل بس صغير قوي كده بس يهمل، يعني كل الكامرات اللي في الدنيا بتتحمل احمال، ولكن احنا بنقول ان الحمل ده يهمل، فتقريبا وان واي. فبص تلاقي الكامره اهي الطويله شالت نص البلاط، يبقى الارتفاع ده ال واحد او ال شورت على دي. طب لو كان الطول على العرض اقل من او يساوي 2 بنسميها تو واي، وتو واي جايه منين؟ لان هي الحمل بيتوزع في الاتجاهين، ان الحمل بيتوزع في اتجاه واحد، فبتتقسم على 45 درجه زودي 45، اهي 45 اهي 45 درجه، 45 درجه، ويتقابلوا في نص الاتجاه القصير ويكمل ترابيزيوم، فبيتولد مثلثين وتو ترابيزيوم، دي اسمها تو واي سلاب. طبعا خلي بالك لو انا البلاطه دي ما كانتش محاطه باربع كمرات، كانت محاطه بكمرتين بس، مثلا كمره اليمين دي وكمره الشمال، ساعتها ما ينفعش اقسمها كده، لان ما فيش كمره هنا ما فيش كمره هنا، لازم ساعتها تتقسم كده، ويبقى النص ده رايح هنا والنص ده هنا. يبقى في حاله من حالات الوان واي اجباريه اللي هي البلاطه المحاطه بكمرتين بس، لكن الحالتين دول لو بلاطه محاطه باربع كمرات، يبقى لو بلاطه محاطه باربع كمرات بنطبق العلاقه بتاعت ال على ال شورت وال على ال شورت ونشوف وان واي ولا تو واي. اما لو انا اديتك بلاطه محاطه بكمرتين بس ده خلاص الحمل بيتقسم على كمرتين. طيب حاله تانيه من البلاطات الوان واي، طبعا دي زي ما انت شفت استخدمت الطريقه ازاي، اللي هي حاله الكانتليفر. لما اجي اقول لك ده كانتليفر مثلا اهو، ما تقوليش بقى الطول على العرض اكبر من اتنين، لان طب لو اتقسمت كده النص ده مين يشيله؟
مفيش. هو طبعا الحمل كله رايح للكاميرا دي، او الحمل كله هيروح للكاميرا دي، فده نوع من انواع الوان واي، بس كل الحمل رايح للكاميرا دي. طبعا لو الكاميرا دي محاطه بثلاث كاميرات، لو البلاطه محاطه بثلاث كاميرات بكلها طريقه تانية في الحل، طبعا احنا مش هنتعرض للحاجات دي، وان كنت انت ممكن تفكر فيها. يعني انا مثلا لما اكون مديك كاميرا طويله بالشكل ده، كاميرا طويله بالشكل ده، واصبح ان دي محاطه بكاميرا وكاميرتين هنا، يبقى طبعا انها تتقسم كده، مثلث صغير ومثلث صغير هنا، وده ترابيزيوم. في حاجات احنا بنجيبها يعني بالسنس كده، وطبعا في طرق اكثر دقه لحساب اللود ديستريبيوشن، بس احنا هنكتفي بالطريقه دي. طيب ايه المشكله بتاعت الكلام ده؟ المشكله بتاعت الكلام ده يا جماعه ان حمل البلاطه اصبح بياخد احد ثلاث اشكال، يا اما مستطيل، والحمل المستطيل ده ممتاز جدا لان ده يونيفورم لود، يا اما مثلث يا اما ترابيزي، وده عيبه انه نون يونيفورم لود. انت خدت في الاستراكشر انك وانت بتحل اليونيفورم لود ده سهل جدا. لو انا عندي حمل ديستريبيوتد على كاميرا والحمل ده يونيفورم، بيطلع الشير لينير ويطلع البندنج سكند ديجري بارابول. طب لو هو اساسا لينير، بيطلع الشير سكند ديجري والبندنج ثيرد ديجري. فعشان كده احنا حل الاستراكشر للاشكال دي بيصعب علينا الاستراكشر. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ نحاول نحول المستطيل والمثلث الى سوري نحاول نحول المثلث والترابيزيوم الى مستطيل مكافئ. الموضوع ده بنسميه equivalent load for bending and shear، بمعنى ان احنا اللود اللي جاي ده سواء جي او بي هنحوله لمستطيل عشان نقدر نحله في الاستراكشر. بس لما تحل بقى الاستراكشر في الحاله دي، القيمه اللي هتطلع هي الماكسيمم فاليوز مش شكل البندنج، لان شكل البندنج المفروض يطلع ثيرد ديجري، انت هترسمه على اساس يونيفورم، بس القيم الاقصى القيم القصوى اللي هتصمم عليها ما اختلفتش. عشان كده لما بنحب نحول الكلام دون اهو، قال لك ايه؟ قال لك بص معايا بقى، ادي شكل الترابيزيوم اهو، وادي شكل المثلث اهو، وفي حمل عليه مقدار جي او بي ايا كان هذا الحمل، هنسميه دبليو اس، سواء الجي او البي هحول انا الديد او اللايف هنا، سواء جي او بي هنعمل ايه؟ هنجيب لي الشكل ده او ده فاكتور اسمه الفا وفاكتور اسمه بيتا، معامل اسمه الفا زي ما انت شايف كده ومعامل اسمه بيتا، هنجيبه ازاي مش مشكله، هنتعلمه كمان دي. ارتفاع الشكل ده اسمه اكس، والحمل اسمه جي او اسمه بي مش هيفرق. فعشان تحول الحمل من مستطيل، من مثلث الى مستطيل، او من شبه منحرف الى مستطيل، تعمل ايه؟ تضرب الجي في الاكس في المعامل اللي اسمه الفا، او الجي في الاكس في المعامل اللي اسمه بيتا. ان ضربت في بيتا، اللي يطلع ده هنسميه جي شير، اللي هو الحمل بتاع الشير. ان ضربت في الفا يطلع الجي باندنج. يبقى انا في معامل اسمه الفا وبيتا، دول الايكويفالنت فور شير اند باندنج، عشان كده سميناه equivalent uniform load for bending and shear. اهو equivalent uniform load for shear، equivalent uniform load for bending، equivalent معناه الحمل المكافئ، يعني معناه ان انا حولته المستطيل. بس الحمل اللي هيطلع ده بس ينفع احسبه، احسب منه الشير فورس دياجرام، او اجيب منه الرياكشن، ما ينفعش اجيب منه البندنج. البندنج يجي من حمل البندنج، والشير يجي من حمل الشير. يبقى انا هيطلع للمساله مسالتين استراكشر، كل مسألة بنحلها يطلع لها حمل بندنج وحمل ايه؟ وحمل شي. طب اجيب حمل البندنج ازاي؟ سهلة جدا، الجي او البي في الاكس في الالفا. طب وحمل الشير؟ الجي او البي في الاكس في البيتا، كده اجيب الفا وبيتا. طيب ازاي بقى نجيب؟ اهو بيوريك بقى اللي هنا الموضوع بنفس الطريقة، الجي والبي هيتوزع يبقى تو يونيفورم، اهو يونيفورم للبندنج يونيفورم للشير، ادي الترابيزيوم يونيفورم للبندنج يونيفورم للشير. طب البندنج هستخدم له الالفا، البندنج هستخدم له الالفا. طب والشير استخدم له البيتا، الشير استخدم له البيتا. اعمل ايه؟ اضرب اي حمل عند جي او بي في
في الاكس في الالفا، جي او بي في الاكس في البيتا. طب ازاي اجيب بقى الالفا والبيتا؟ بص معايا، طول الشكل اسمه ال والارتفاع اسمه اكس، وطالما الزاويه دي 45 درجه يبقى دي اكس ودي اكس، يبقى عندك ده ال ودي كام اكس؟ 2 اكس. طبعا المثلث حاله خاصه لان ال بتساوي 2 اكس، دي 45 درجه فيبقى دي اكس ودي اكس، يبقى دي ال على 2 ودي ال على 2، يبقى ال بيساوي 2 اكس. لو قسمت ال على 2 اكس هيدي معامل، هنخش جدول زي ما انت شايف في السلايد ده اهون، ال على 2 اكس تقدر تجيب الفا وبيتا. ال على 2 اكس بواحد ده المثلث، عشان كده احنا حافظين المثلث تلاقي الفته بتلتين وبيتا بنص، 0.67 يعني تلتين وبيتا بنص، دول حتى الناس حافظاهم كلهم لان ده بتحويلة المثلث. اما الترابيزيوم اي رقم من دول، وبدل الارقام دي عندك معادله الفا ومعادله البيتا زي ما انت شايفها، تستخدمها تجيب الفا وبيتا. ده عشان لو عندك كسر يعني 1.323536 ممكن، طبعا 3.5 اجيب المتوسط الافرج، او ممكن استخدم المعادله دي. طبعا لو واحد ده مثلث، لو شبه منحرف يبقى اي رقم لغايه 2 مش ممكن يزيد عن 2 لان انت بتقسم الطول على العرض، فلازم يبقى هيطلع اكبر، بتقسم الكبير على الصغير طبعا، فمش هيطلع اكبر من 2. ليه؟ لان لو طلع اكبر من 2 يبقى اساسا دي وان واي سلاب، لان لو تفتكر احنا كنا بنقول لو الطول على العرض اكبر من 2 يبقى وان واي سلاب، فطبعا اكبر من 2 يبقى وان واي، وان واي مش محتاجه ايكوفالنت، مش محتاجه تحويل، على طول الفا بواحد وبيتا بواحد مفيش تحويل، لان هو انت هتحول ايه؟ مفيش مثلث ولا ترابيزي، فهيبقى ارقامك كلها من واحد لكام؟ لاثنين. طبعا مش ممكن اقل من واحد لان تقسم الكبير على الصغير، فدايما هيطلع اكبر من واحد، واكبر من اثنين يبقى وان واي، يبقى انت كده الرينج بتاعك كده. جبنا الالفا والبيتا وقدرنا نحول المثلث والمستطيل الترابيزيوم والمثلث لمستطيل مكافئ. هل اي شكل في الدنيا ينفع استخدم له الفا وبيتا؟ لا، الفا وبيتا عشان تستخدمها يا جماعه لها اشتراطات. يعني مثال الاشكال اللي قدامك في السلايد دي ما ينفعلهاش الفا وبيتا. طب ايه اشتراطات استخدام الفا وبيتا؟ قال لك عشان تستخدم الفا وبيتا لازم اول حاجه، لو رجعنا لورا كده تو سلايدز، اول حاجه تبص تلاقي الشكل لازم اوله سبورت واخره سبورت. تاني حاجه ان يكون الشكل متماسك، ويكون محور التماثل هو محور الكاميرا يعني نص الكاميرا. تالت حاجه ان الماكسيمم اوردينيت في النص. دول اربع شروط لازم يتوفروا عشان اقدر اطبق الفا وبيتا. لو بصينا بقى للاشكال اللي قدامنا دي هنلاقي هنلاقي الشكل ده كده اوله سبورت بس مش اخره سبورت، اه متماسك الاثنين متماثلين بس مش الماكسيمم اوردينت في النص وما فيش هنا سبورت، يبقى دول ما ينفعش ليهم الفا وبيتا. شوف هنا اهو، اه شوف متماسك ومحور التماثل في النص والماكسيمم اوردينت في النص بس السبورت هنا والسبورت هنا. طب شوف ده لا متماثل ولا في النص ولا اي حاجه، اه اول سبورت واخر سبورت بس مش متماثل. طب نعمل ايه في كل الطرق في الاشكال دي؟ قال لك الاشكال دي بقى عشان نحلها بنعمل ايه؟ بنستخدم طريقه اسمها الاريا ميثود. الاريا ميثود معناها ان انا عندي الجي سلابه، لو ضربت لو ضربتها في الاريا بتاعت الشكل جبت اللود الكلي او مقاسم على السبان. يعني انا عندي جي سلابه او البي سلابه اللي هو اي حمل فيهم، ده عبارة عن مساحة، عبارة عن وزن المتر المربع، لو ضربت في المساحة يدي الوزن الكلي اقسم على السبان. ازاي الكلام ده؟ زي ما انت شايف اهو، WS دي تمثل يا جي سلاب يا البي سلاب، او مجمع الاريات واقسم على السبان. مجمع الاريات اللي ممكن يكون مثلثين، يكون مثلث وشبه منحرف، يعني اجيب الاريا بتاعت الشكل واضربها في ال WS سواء الجي او البي واقسم على السبان. كده انا عملت ايكويفالنت وحولته، فالطريقه دي بنسميها الاريا ميثود زي ما انت شايف اهو، الدبليو سلاب في اللودد اريا على اللودد لانس. ممكن على فكره يكون شكل ينطبق عليه الفا وبيتا وشكل ما ينطبقش، فالشكل اللي ينطبق اطبق له الفا وبيتا، ده خلاص ده ما فيش فيه مشاكل، اما ده ما ينطبقش الفا وبيتا لا احسب له الاريا ميثود. فيبقى الاسبان ده شايل الترابيزيوم، ده عباره عن الجي او البي في اكس في الفا
الجي او البي في اكس في بيتا، وهنا استخدم الاريا ميثود واجمع الاثنين لان الحمل يساوي مجموع الاثنين. طيب اخر حاجه عايزين نتعلمها بقى الولود. الولود لو بصينا على الحيطه نبص نلاقي ده شكل الحيطه. اي حيطه في الدنيا عباره عن كاميرا بتاعت الدور اللي تحت، والحيطه مبنيه لغايه قاع الكاميرا اللي فوق. اتش ارتفاع الدور ده تعريفه من وش البلاطه الى وش البلاطه اللي فوق. الفرق ده هو التي. اذا ارتفاع الحيطه عباره عن ايه؟ اتش بتاع الدور ناقص التي. عرض الحيطه هنسميه بي، او ممكن نسميه تي وول، لان ممكن الكاميرا ما تساويش. لو انت الكاميرا بتساوي عرض الحيطه يبقى خلاص، يعني لو دي بي ودي زيها يبقى الاثنين زي بعضيهم، لكن لو مش متساويين يبقى حاجه اسمها تي وول. لو حبيت اجيب وزن الحيطه برضك كاني هاخد متر في متر في متر، نفس الكلام، متر في متر في متر، يبقى حجمه بي سوري واحد في واحد في السمك اللي هو تي وول. تي وول او بي، هي تي وول لو الاثنين متساويين، بس لو مش متساويين يبقى تي وول. في الكثافه اللي اسمها جاما وول، طبعا كثافه الحيطه مختلفه. يبقى لو قلت جاما وول في تي وول في واحد في واحد يدي وزن الطوب. هذا الطوب يبقى فيه بياض يمين وشمال، يبقى زائد البلاسترنج ويت، وزن البياض. خلي بالك بقى ان انا احيانا بنديك كثافه الحيطه شامله البياض. لو كثافة الحيطة شاملة من البياض يبقى ما بجمعش البياض. طيب أحيانا أديك البياض للوشين مع بعض، وطبعا البياض عبارة عن 40 كيلو للمتر مربع للوش الواحد، فيبقى الوشين 80 كيلو. فيا إما أنا أديك البياض للوشين يبقى ما تضربش في اتنين، البياض للوش الواحد يبقى أضرب في اتنين. ما اديتكش البياض واديتك الكثافه شامله البياض يبقى الغي البياض. يبقى حته البياض دي لازم تقرا كويس الجيفن. لو قلت لك ان كثافه الحيطه مثلا، قلت لك ان الدنسي بتاع الوول او الانتنسي بتاع الوول بيساوي 18 كيلو نيوتن على المتر المربع على المتر المكعب انكلودنج بلاسترنج، يبقى شامله الايه؟ شامله البلاسترنج، يبقى ما تجمعش على البلاسترنج. طب لو انا قلت الكثافه وما كانتش على انكلودنج بلاسترنج يبقى لازم اجمع الايه؟ البلاسترنج. طيب ده وزن الحيطه المتر مربع. طب الحيطه دي ده المتر مربع، طب الكاميرا شايل اللي قد من الحيطه؟ للاسف بقى ان الكاميرا بيحصلها نفس اللي حصل للبلاطه في اللود ديستريبيوشن، بس بطريقه مختلفه شويه. لو عندي دي حيطه ولقيناها متشاله على كاميرا، في عمود في عمود ومحاطه بكاميرا من فوق، اذا حيطه محاطه من الاربع اتجاهات، وتخيل ان الكاميرا دي اتكسرت، ايه اللي بيحصل بقى؟ بنبص نلاقي الحيطه دي اتكسرت كده بس على 60 درجه مش 45 درجه، والنتيجه ان اللي راح للكاميرا دي هو الترابيزيوم ده، وان اللي راح للعمود ده المثلث، بيبقى متشعلق في العمود وده المثلث. طب لو عندي حيطه ما فيهاش الاشتراطات دي، يعني حيطه على كانتيليفر زي ما انت شايف، في كاميرا وكاميرا وعمود واحد بس، لا بنعتبرها كلها رايحه. يبقى انا الحيطان اللي هعمل عليه الديستريبيوشن هي اللي محاطه باربع جوانب، يعني عمود وعمود وكاميرا وكاميرا. طب دلوقتي اصبحت ده بيقول دي فيها نفس المشكله، ده محتاج له الديستريبيوشن، هعمل عليه نفس الكلام اللي عملناه في البلاطات، هقول دي ال ودي اكس ودي اكس، بس الفرق المره دي بقى ان الزاويه دي 60 درجه. فلو عندي دي اتش وول يبقى عندك تان 60 بتساوي اكس على اتش وول، وتقدر تجيب اكس عن طريق الزاويه اللي هي 60 درجه. طيب تعمل ايه؟ ال على 2 اكس، وتخش نفس الجدول اللي دخلناه وتجيب الفا وبيتا وتعمل نفس الكلام، تقول دبليو وول في اكس في الارتفاع اللي هو اتش وول، هنا بقى الارتفاع اسمه اتش وول في الفا او بيتا. طبعا لو هو مستطيل ملوش بقى ايه كوركشن. احيانا في ناس يا جماعه في الولز بتعمل ايه؟ بتاخد وزن الحيطه كلها عشان تبقى يعني ايه، بتقول لك للامان اكتر، او احنا عشان لما نيجي نجيب الرياكشنات بتاعت الاعمده، نجيب الرياكشنات الاعمده بننسى ساعات
المثلثين دول. احنا بنعمل ايه؟ احنا في البندنج، في البندنج بناخد الفا، بناخد المستطيل، بناخد الترابيزيوم وننقله. لكن في الشير بنعتبر الحيطه كلها حته واحده عشان انا بنسى المثلثين دول. فعشان كده احنا بنقول لك ان في الحيطان ده بنيجي نجيب الفا بنجيبها من الجدول، وبيتا بنعتبرها بواحد كاني واخد الحيطه بالكامل. ده عشان ابقى عامل حسابي لو انا ممكن انسى المثلثين دول في الشيء. احيانا الحيطه دي بيبقى عرضها صغير، والعرض الصغير طبعا ده العلاقه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الجي وول. اهي الجي وول بتساوي الجي وول اللي انت جبتها او الحمل بتاع الوول في البني بيساوي الفا في اتش وول في جي وول، وبرضك بيتا ده لو انت عايز تجيب الايه الشيل. لو الكاميرا، لو الحيطه بتاعتك دي طولها صغير قوي ممكن يحصل ايه؟ تنهار على مثلث. ليه؟ لما تيجي تحصل على 60 درجه و60 درجه تبص تلاقي اتقابله قبل ما يوصل للكاميرا اللي فوق دي، وبالتالي الحمل يبقى ايه؟ يبقى مثلث. طبعا هتنطبق على نفس الكلام ده، بس خلي بالك ان الارتفاع ده مش اتش وول بالكامل، ده هي هتبقى شايله الجزء ده بس، ده لو الطول ده صغير قوي. طب لو الكاميرا دي، لو الحيطه دي فيها فتحه، يعني مثلا فيها فتحه باب او فتحه شباك، لما يكون الحيطه فيها فتحه احنا بنعتبرها كلها رايحه للكاميرا، مفيش اللود ديستريبيوشن ولا حركه اللود ديستريبيوشن. يبقى اللود ديستريبيوشن ده شرطه عشان تطبقه زي ما قلنا كده، ان اولا يبقى الحيطه مصمطه، ثانيا ان يكون محاطه بعمودين وكمرتين، ما عدا ذلك الحيطه كلها تنزل على الكاميرا، ما فيهاش بقى لود ديستريبيوشن ولا ترابيزيوم ولا مثلث. الحيطان الصغيره تعرفها منين؟ من الاكس، اهي بيبقى حملها مثلث. طبعا انت بتجيب الاون ويت، بتجيب الوول وتعملها ايكويفالنت، تجيب السلاب لود وتجمع الكلام ده، جبت حمل الكاميرا، بيطلع للكاميرا حملين، بيطلع منها حمل للشير وحمل البندنج. وطبعا ان شاء الله في السكاشن هتتدرب تدريب كويس قوي على ازاي تحل الكلام ده في الكاميرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.